بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لي جيناكم اليوم بعملية طريقة حساب التوفيقة أو عدد إيجاد المجموعات المشكلة من بي عنصر، من مجموعة تحتوي على N عنصر. كيف نشكل هذه المجموعات أو الترتيبة اللي هي عملية تشكيل قائمة تحتوي على P عنصر من مجموعة تحتوي على N عنصر، هنا مختلفة مثنى. إذا بالنسبة لي التوفيقات تستخدم إذا طرح السؤال اللي هو السحب في آن واحد، أما الترتيبة فتستخدم في حازمة إذا طرح السؤال وكانت فيه السحب دون إرجاع، أي نسحب القريصة نسجل رقمها دون إرجاعها وبعدها نسحب القريصة الموالية إلى غير ذلك من الأشياء. بالنسبة للترتيبة والتبديلة هي عبارة عن هي نفسها حالة خاصة من التبديلة، هي حالة خاصة من الترتيبة، هي عبارة عن ترتيبة تحتوي على N عنصر من مجموعة تحتوي على N عنصر، أو نقوم بعملية تبديل بين العناصر، جلوس مثلا 5 أشخاص على 5 كراسي موجودة، أو لدينا جلوس عدد معين من التلاميذ على عدد معين من الكراسي. بالنسبة لعملية تبديل الأماكن بينها والتوفيقات في حال ما إذا كان سحب في آن واحد، أو تشكيل لجنة مثلا تحتوي على عناصر من أشخاص، إذا هنا السحب في آن واحد، أو نستخدم التوفيقة أو المجموعة كومبوزيسيون بالنسبة للفرنسية. بالنسبة للترتيبة هي أرانجمون بالنسبة للترتيبة. إذا هذا بالنسبة لعملية الحساب، وهنا نجرب هذا. إذا غيرنا هنا 5 نتحصل على أن التبديل ذات عنصرين أو التبديل الترتيبة ذات عنصرين من مجموعة تحتوي على 5 عناصر هي 20 ترتيبة، أما بالنسبة لعدد التبديلات فهو 120، اللي هو عبارة عن 5 عاملي. يا شباب بالنسبة لي العاملي موجودة في الآلة الحاسبة، بالنسبة لي الشباب السنة الثالثة من التعليم الثانوي، هنا هذا الترميز موجود في الآلة الحاسبة نستخدمه لعملية الحساب، 5 عاملي إلى غير ذلك من الأشياء. بالنسبة لي التوفيقات بالنسبة لي الترتيبة تحسب كما يلي. بالنسبة لي العاملي هنا موجود، إذن عملية إيجاد ترتيبة تحتوي على P عنصر من مجموعة تحتوي على N عنصر، نقوم بعملية حساب N عاملي على الفرق بين العدد الموجود بالأسفل ناقص العدد الموجود في الأعلى عاملي، إذن ونحسبها بالآلة الحاسبة قبل إعطاء الدرس. بالنسبة للتوفيقات تحسب كما يلي، هي عبارة عن N عاملي على N ناقص P عاملي في P عاملي، إذن وهي أصلا هي عبارة عن إذا قمنا بعملية ضرب بي عاملي أو تبديل مجموعات، إذا شكلنا مجموعات تحتوي على بي عنصر وقمنا بعملية تبديل بينها فسوف نتحصل على ترتيبة تحتوي على بي عنصر من مجموعة تحتوي على N عنصر، وعليه بي عاملي مضروبة في سي في عدد توفيقات ذات بي عنصر من مجموعة تحتوي على N عنصر، سوف نتحصل على التبديلات على الترتيبات، وعليه التوفيقة تساوي الترتيبة اللي هي ذات P عنصر من مجموعة تحتوي على N عنصر مقسومة على P عاملي، أي أننا هذه العناصر نقوم بعملية تبديل بينها. بالنسبة للتوفيقة الترتيب غير مهم، بالنسبة للتبديل والترتيبة الترتيب مهم ومهم جدا. إذن هذا بالنسبة لعملية الحساب بشكل تالي. عملية الحساب مباشرة بالنسبة لي عملية استخدام جيوجبرا في عملية حساب التوفيقة والتبديلة، كومبوزيسيون معناها مجموعة، وأرانجمون هي عبارة عن الترتيب. إذن نقوم بعملية استخدامها كما يلي، مثلا طلب عملية حساب الترتيبة ذات N عنصر من مجموعة تحتوي على P عنصر، ذات P عنصر من مجموعة تحتوي على N عنصر، نقوم بعملية كتابة الحرفين الأولين. إذن نفرنس الجهاز A
إذن عندما قمنا بعملية كتابة A R أضفنا إليها R أعطتنا التعليمة التالية. هنا قال نضع هنا الرقم N وهنا نضع الرقم P. إذن نضع الرقم N مثلا نريد عملية إيجاد ترتيبة ذات ثلاث عناصر من مجموعة تحتوي على خمس عناصر. خمس عناصر هنا نضع خمسة وهنا نضع ثلاثة. إذن ونضع أونتري. إذن أفيشاج نقوم بعملية. إذن هنا أعطتنا العدد اللي هو عبارة عن 60. هنا قمنا بعملية حساب وإظهاره على الشاشة. نقوم بعملية وضعها هكذا. نضع هنا. إذن أول شيء نقوم بعملية وضعه نكتب A. نكتب هنا بالفرنسية A. نضع نضغط على الثمانية يعطينا الخط التالي. يعطينا الخط التالي. نضع نضغط على الجيم حتى نتحصل على الأس. ونقوم بعدها بعملية تغيير اللغة. بالنسبة للقوسين عندما نقوم بعملية تعريب الجهاز نتحصل على القوسين هي على ال C و ال V بالفرنسية. إذن تحصلنا على القوسين. نضع قوسين آخرين. إذن القوس المفتوح عند ال V والقوس المغلق عند ال C. نضع مثلا هنا العنصر. ما هو العنصر هنا؟ إذن هنا لدينا عنصر واحد. إذن هنا لدينا ال P. كم ال P هي عبارة الآن هي عبارة عن خمسة وال P هي عبارة عن ثلاثة تساوي. إذن ونأتي إلى هنا كتبت على الشكل A. إذن هذه هي التوفيق. إذا أردنا عملية التغيير في كل مرة نمسح هذا ونضع التغيير. مثلا نأتي هنا ونضع زلقة نسمي هنا N. بالنسبة للأعداد الطبيعية تبدأ من الصفر وتنتهي إلى غاية العشر آلاف. مثلا نضع 10,000. أوكي. نضيف زلقة أخرى P تغير من الصفر إلى غاية العدد اللي هو 10,000 والخطوة دائما واحد بالنسبة للأعداد الطبيعية. نفس الشيء هنا. إذن بالنسبة للخطوة هي عبارة عن واحد لأننا في مجموعة الأعداد الطبيعية. إذن تحصلنا على هذا. نأتي إلى هنا ونكتب بالنسبة للفرنسية نكتب arrangement A R. إذن بمجرد ما نضيف R أخرى نتحصل على هذه التعليمة. نضع P هنا هي N. هنا هي عبارة عن N المعطى سابقا و P هنا هي P المعطى سابقا. نتحصل على أنها تساوي هذا العدد اللي هو واحد. هنا نظهر على الشاشة. لإظهار على الشاشة نأتي هنا إلى التكست ونكتب هنا التكست ونكتب مثلا الأ. إذا نضع الأ كبيرة. نضع عند الثمانية. نضع عند الثمانية ونضيف الأس. وبعدها نقوم بعملية وضع المجموعات كل واحد على حسب معرفته بالنسبة لي عملية الكتابة. المهم نكتب بالأقواس هكذا. إذن القوس الأول الآن والقوس الثاني هو عبارة عن P. إذن وهنا نضع التساوي ونتحصل على ماذا يساوي. قلنا تساوي P. أوكي. نقوم بعملية تكبيرها. نكبر العملية نكبرها. نضعها جرون. نضع الخط مضغوط. نأتي إلى تجميله. إذن نضيف تكبير بعض الشيء هكذا. ونضع الخلفية أو نضع اللون خاص بهذا أكتب هكذا. إذن هذه عندما نغير
لاحظوا، هل يمكن تشكيل مجموعة تحتوي على 50 عنصر من مجموعة تحتوي على عنصر؟ لا توجد أي، لا توجد قائمة تتشكل من 50 عنصر تحت من مجموعة تحتوي على عنصر واحد وتكون الأعداد مختلفة. مثنى مثنى، إذا نأتي هنا بالزرقاء ونضع أمرية لتغيير الآن. الآن تساوي مثلا، نضع الآن هنا تساوي، وهنا نضع الفي تساوي، حتى نتحكم في عملية التغيير، لأنه الألف سوف نقوم عندما نقوم بعملية التحريك سوف تكون المسافة كبيرة وكبيرة جدا. هنا نقوم بعملية التكبير، هذا نقوم بعملية وضعه بعض الشيء كبير، نكبر برو كبير جدا كبير، نضغط هنا نجعل الأرقام 7 أرقام فقط، نضيف على الثاني 7 أرقام فقط، نضيف ونضع برون. إذن هنا إذن نريد عملية حساب الترتيب ذات 5 عناصر من مجموعة تحتوي على 5 عناصر. إذن نتحصل على أن الترتيب أو القائمة التي تحتوي على 5 عناصر مختلفة مثنى مثنى من مجموعة تحتوي على 5 عناصر، إذن هي 120، هي 120. مثلا إذا قمنا بعملية وضع بي أكبر، وضعنا 6، نتحصل على أنه لا يمكن عملية تشكيل قائمة تحتوي على 6 عناصر من مجموعة تحتوي على 5 عناصر، مستحيل، مختلفة مثنى مثنى، إذن لا يمكن. إذا قمنا بعملية تغيير هنا ووضعنا هنا 3، نتحصل على أن عدد القوائم التي يمكن إيجادها هي 60 قائمة. إذن هذه مباشرة تكتب هنا. أو نريد عملية حساب مثلا، عملية حساب التوفيق، نضع إذن بمجرد ما نقوم بعملية وضع الحروف الأولى كومبوزيسيون هنا، إذن أعطتنا الأمرية التالية كومبوزيسيون، إذن مجموعة تحتوي على أن عنصر، أن هنا نضع هنا أن، وهنا نضع بي موجودة في السابق، إذن تحصلنا على 10. إذن نضعها على الشاشة كذلك، هي لعملية وضعها على الشاشة نأتي هنا للتكست نفس الخطوات السابقة، نضع السي كبيرة، إذن سي كبيرة، إذن نضع نختصر على أنفسنا عملية الكتابة، بعدها نقوم بعملية وضع الأقواس ووضع الأقواس هنا حتى لا تأتينا الكتابة نزل بعض الشيء. إذن هنا أن، وهنا نضع بي، إذن تساوي. والبرنامج جبرا هذا على حسب العمل به. إذن أنا ضع هنا التوفيقة من 3 عناصر تحت من مجموعة تحتوي على 5 عناصر، هي وجدناها السي، إذن وجدناها 10. إذن بعدها نقوم بعملية تكبير هذه الجزئية، نقوم بعملية تكبيرها غرون، إذن وضعنا غرون أو نضعها كما سبق ووضعنا زميلتها، هي كبيرة جدا كبيرة جدا. إذن هذه هي، إذن عدد المجموعات التي يمكن تشكيلها من مجموعة تحتوي على، عدد المجموعات التي تحتوي على 3 عناصر من مجموعة التي تحتوي على 5 عناصر، إذن هي 10 مجموعات نستطيع تكوينها. بالنسبة للمجموعة، المجموعة الترتيب غير مهم، أما القائمة أو الترتيبة الترتيب مهم. بالنسبة للقائمة الترتيبة يجب أن يكون الاختلاف مثنى مثنى. بالنسبة للتوفيقة لا يهم. إذن بالنسبة للتوفيقة الترتيب غير مهم، الترتيب غير مهم. إذن هنا تحصلنا على القائمة. إذن كل ما غيرنا بي سوف نتحصل
إذا كان P أكبر من N فعدد التوفيقات يساوي الصفر وعدد الترتيبات يساوي الصفر. إذا لاحظوا، إذا مثلا إذا وضعنا هنا 50 وضع الرقم 50، إذا نتحصل على أن العدد كبير وكبير جدا. ها هو العدد، عدد الترتيبات يكون أكبر من عدد التوفيقات، توفيقات رقم عددها أقل من عدد الترتيبات، لأن عدد التوفيقات، عدد التوفيقات لو نقوم بعملية الضرب في بي عاملي نتحصل على عدد الترتيبات هذه. إذا بالنسبة للمجموعة الترتيب غير مهم. إذا لعملية تبديل مثلا تحصلنا على ترتيبة، على توفيقة تحتوي على ثلاث عناصر، نقوم بعملية تبديل بينها. لعملية تبديل بينها نجد العدد أنه يساوي عبارة عن ثلاثة عاملي في عدد التوفيقات ذات ثلاث عناصر من مجموعة تحتوي على N عنصر. إذا سوف نضرب مثلا هنا كما هو هنا، نضرب 15 عاملي في C 50 15 نتحصل على A 50 15. إذا وعليه سوف يكون عدد التوفيقات مضروب في P عاملي يعطينا A N P. A N P أي أنها توفيقة تحتوي على P عنصر من مجموعة تحتوي على N عنصر، وعليه دائما عدد التوفيقات يكون كبير. إذا قمنا بعملية وضعهم متساويين 5 5 50 50، لاحظوا أن C 50 50 تساوي 1، بينما هذه الترتيبة عدد الترتيبات هو من 50 عنصر تحتوي على مجموعة تحتوي على 50 عنصر، هو كبير وكبير جدا. إذا هذا بالنسبة لعملية إيجاد العدد. إذا وبعد في النهاية نتحصل على هذا الشكل الجميل، هنا الشكل الجميل. إذا هنا قمنا بعملية وضع تعريف عدد الترتيبات ذات بي عنصر من مجموعة تحتوي على N عنصر، تعريف الموجود في الكتاب المدرسي أو كيف تحصلنا عليه. إذا هنا نتحصل عليه باستخدام الشجرة، شجرة المدروسة في السنة الثانية. إذا أول شيء عدد الفروع يكون المخرج الأول يكون عبارة عن N مخرج. المرحلة الثانية يكون N ناقص واحد مخرج، وهكذا على حسب المجموعة المراد تشكيلها أو القائمة المراد تشكيلها من هذه المجموعة. إذا والاختلاف مثنى مثنى معناها الاختلاف مثنى مثنى يعني أن التكرار غير ممكن، وعملية السحب دون إرجاع، السحب دون إرجاع. إذا في الأول سوف نتحصل على أن A N B تساوي إلى N بN ناقص واحد إلى غاية N ناقص B زائدا واحد، جداء الأعداد المتتالية من N إلى غاية N ناقص B زائدا واحد. وبعدها نقوم بعملية ضرب في N ناقص B عاملي في البسط و N ناقص B عاملي في المقام، فنتحصل على أنها تساوي هذا الشكل. بالنسبة لعدد التوفيقات، العلاقة بين عدد التوفيقات وعدد الترتيبات، قلنا عدد الترتيبات ذات P عنصر من مجموعة تحتوي على N عنصر هي أن المجموعات المتحصل عليها نقوم بعملية ضربها أو التبديل بين عناصرها P مرة معناها P عاملي. إذا المجموعة تحتوي على P عنصر نبدل بين عناصرها، إذا سوف نتحصل على الترتيبة، وعليه N أو CNP في P عاملي تساوي ANP، ومنه CNP تساوي إلى ANP على P عاملي. إذا هذه نعوضها بهذه الكمية، فنقوم بعملية إيجاد العبارة الأخيرة هي أن CNP تساوي أو التوفيقة ذات P عنصر من مجموعة تحتوي على N عنصر هي عبارة عن N عاملي على N ناقص P عاملي في P عاملي. بالنسبة لصفر عاملي دائما
يساوي الصفر. إذا صفر عاملي هنا، هنا لدينا خمسة عاملي، نضع هنا مثلا العدد صفر. إذا صفر عاملي اصطلاحا يساوي واحد، وكذلك الواحد عاملي، الواحد عاملي هو نفس الواحد. إذا الصفر عاملي والواحد عاملي متساويان اصطلاحا فقط. إذا بالنسبة لي بالنسبة للترتيب والتبديل، ترتيب والتبديل والتوفيق، دائما يجب أن يكون عدد عناصر المجموعة يكون أكبر من عدد التوفيق أو الترتيب المراد إيجاده. إذن يجب أن يكون أكبر، عندما يكون أصغر سوف نتحصل أن عدد الترتيبات من مجموعة تحتوي على عنصر، وعدد الترتيبات المشكلة من عنصرين من مجموعة تحتوي على عنصر واحد هو صفر، وكذلك الشأن بالنسبة للتوفيق هو صفر، معناها غير موجود، غير موجود. إذا وضعنا هنا الثلاثة، وضعنا الثلاثة، نتحصل على أن التوفيق والترتيب موجودين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان معكم الأستاذ جويل أحمد من مدينة تمنراس. سوف أقوم بعملية وضع هذا الجزء من الجيوجبرا تحت الفيديو مباشرة لعملية الاستفادة وعملية المراجعة. إذن هذه هي التي تعطينا التوفيق ذات في عنصر من مجموعة تساوي على أن عنصر عددها، ونفس الشيء بالنسبة لعدد عناصر أو عدد الترتيبات ذات في عنصر من مجموعة تساوي على أن عنصر، هذه هي. أو سحب ثلاث كرات من مجموعة تحتوي على خمس كرات، مثلا تحتوي على خمس كرات لا نفرق بينها باللمس. بالنسبة لي عملية السحب دون إرجاع، السحب دون إرجاع، نسحب ثلاثة، كل مرة نسحب واحدة ونسجل لونها أو رقمها. إذن عددها يكون بالشكل التالي باستخدام جيوجبرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودعواتكم الوالدة، اللهم اغفر لها وارحمها. السلام عليكم.